المعاناة اللي واقعين فيها. مشكلة موضوع العلاجات التأهيلية الطبيعية إن بتاخد وقت كبير ومصارك كتير، يعني واحد بعد شلل بده يقعد له سنتين ثلاثة تا يتأهل ويرجع يمشي. وعشان هيك اطرحنا احنا لإلكم العلاج الطبيعي البيتي اللي هو ملخص من كل هالتخصصات هذه، اللي جزء منها حاصل انا على رخصة، كنت حاصل على رخصة. طبعا انا لا اشتغل بعملي حاليا كمرضى، اشوف مرضى وعالج، انما درست كل هذه المواد للطلاب اللي صاروا دكاترة وهم صاروا يعالجوا الناس هدول. هلا تدريسي للطلاب مش عملية صعبة، يعني انا واحد صار لي 30 سنة هذا شغل الشاغل، وهاي مهاراتي اللي تعلمتها واتقنتها من خلال التدريس المتواصل في مختلف الجامعات والكليات. التدريس والمدرس والطبيب والدكتور المحترم واللي بده مصلحة الناس لازم يكون عنده مهارات توصيل المعلومة وتفهيم المريض بالضبط حالته، لأنه المريض إذا المريض فهم حالته بشكل علمي دقيق هذا بسهل علينا موضوع العلاج وموضوع الشفاء بشكل كبير. فلا يكون عندي المهارات الرئيسية هذه اللي هي لا تدرس، مهارات التواصل، مهارات إني أخذ ثقة الآخر المريض في الحكي اللي بدي أحكي له إياه، إنه يتبع معي ويمشي معي في الخطة العلاجية عشان أخذ نصائح كتيرة. هلأ إذن الموضوع بيظلوا في العلاجات الطبيعية إنه توصيل المعلومة بشكل صح للمرضى، واتركوا الموضوع للمريض نفسه بس يتبع هذه التعليمات اللي فهمنا إياها بشكل دقيق وبشكل كويس، يتبعها في البيت كل يوم كل يوم اللي يحصل على نتيجة، أفضل نتيجة في العلاجات الطبيعية البيتية. هذا رأيي، إذا بدكم تسمعوا رأيي بنجيب لكم مختصر العلاجات الطبيعية البيتية، بنحط لكم إياها قدامكم على شكل وصفات. أي حالة علاجية أي مشكلة مرضية بدها عدة حلول علاجية، مش بس حل واحد، حل واحد ما بيمشي. على سبيل المثال واحد عنده وجع ظهر، انزلاق غضروفي، اول علاج بده يكون له العلاج الفيزيائي، تمارين وحركات مختصة في عملية ارجاع الغضروف، هاي اعطناكم اياها الحركات العادية. قبلها لازم نعرف كيف نشخص ونتأكد انه هو انزلاق غضروفي، وهاي اعطناكم اياها كيف تشخصه. بعدين كيف نستخدم المساج وحركات المساج كخطة علاجية عشان ناخذ نتيجة افضل، هذه كمان درسناكم اياها وعلمناكم اياها وموجوده في دوره خاصه على اليوتيوب حركات المساج. واللي بده يعمل مساج بده يعرف اي زيوت يستخدمها في المساج، شو الزيوت اللي ضد مضاده للالتهاب، شو الزيوت المخففه للالام بشكل سريع، شو كيف استخدام هذه الزيوت، كيف عمليه خلطها، هذا كله كمان علمناكم اياه. الوضعيات والوقاية واحمل كذا وما تقعد بالطريقة هاي وغير وضعيتك للأسلوب هذا، هذه كمان درسناها وتعلمناها إذا بنتبعها. كيف استخدم أنا المشدات والأدوات اللي ممكن تساعدني في عملية التعافي من الديسك، يعني أسبوع أسبوعين في بداية الحالة لازم أحط مشد كويس، لازم إذا بمشيش أو عندي صعوبة في المشي لازم أستخدم عصاي، لازم أستخدم ووكر لحد ما أنتي من المشكلة، يعني 3-4 أسابيع. بدي أشوف القعدات تحت الحمام، بدي أضمن إنه فيش إشي ممكن يخلي المريض يعمله غلط في البيت وهو مش عندي في العيادة اللي يقدر يتبع العلاج. بس أنا إذا أجا عندي مريض مثلا على عيادة وعطيته الدواء، عطيته الحبوب، وعطيته مش عارف ايش، وعملت له جلسة علاجية والألم تاعه خف بشكل كبير، ما هي بس يطلع على السيارة عشان يروح على بيته ويقعد قعدته المعتادة في السيارة يحني حاله هيك لقدام وإجر على إجر
ويبقى ماشي بشكل سريع ويجي مطب قدامه، مطب واحد بس خفيف، كل اللي عملناه في العيادة بروح الفاضي من هالمطب اللي رجعنا واحنا راجعين من عند الدكتور. ربنا مش يعني حطه بطريقنا في الطريق. فاني اضلني اروح اجي، وخصوصا انا بحكي عن حالات بتتاثر كثير في عمليه التنقل، عمليه ركوب السياره، عمليه المطبات، واللي هي الغضاريف والانزلاقات الغضروفيه ووجع الظهر. السبب الرئيسي لوجع الظهر اللي هم الكعد الطويله مع الاهتزازات اللي هم شفريه التكاسي، شفريه الشاحنات، هدول اكثر ناس بيعانوا من الام الظهر. فبدكم تروحوا تاخذوا جلسة في المركز وترجعوا، ومطب واحد او عدم انتباه او عملت حركة غلط لانه ما حدا فهمني، ما حدا قال لي ما تحني هيك، ما حدا قال لي ما ترفع عشان تتوضى يا استاذ، ما ترفع رجلك على المغسلة لما تروح على الحمام، هي رفعة الرجل فقط على المغسلة اساس اتوضى واغسل اجري. هذه مش بس بترجع الانزلاق بشكل اكثر زي ما كان قبل ما اتعالج، وبتعمل لي كمان انزلاق ثاني وثالث، وممكن اذا كانت الارضيه شوي فيها رطوبه ووفقت توازني وتزحلق، ساعتها ما بصير عندي حاله رج دماغيه على المخايخ، يعني ممكن يصيبني حاله شلل جزئي. هذا اذا ما كان عندي هشاشة عظام شوية وقعت على الزر تاعي وصار عندي كسر في الزر، وهي حالة من الحالات المميتة للمرضى، وخصوصا إذا كانوا ناس كبار وبيعانوا من الآلام المزمنة. إحدى التخصصات اللي هي مطلوبة وبكثرة وللأسف مش موجودة في نظامنا التعليمي والتدريسي في الجامعات العربية، اللي هي أخصائي مساعدة الناس الكبار بالسن، اللي يكون كجليس، معالج، ممرض، يخدم هدول الناس اللي كبروا فوق 60-70 سنة وصار عندهم مشاكل حركية، بقدروش يقوموا بقدروش يقعدوا. فإحنا بدنا واحد أكثر من ممرض، واحد عنده مهارات التمارين ومتعلم كيف يحرك المريض وكيف يوقفه وكيف يراعي. هذا التخصص مش موجود للأسف، وأغلب التخصصات العلاجات الطبيعية منها الحجامة كمان دخلوها في العلاجات الطبيعية. الحجامة تخصص الحجامة، الإبر الصينية، الكايروبراكتر، الأوكيبيشنال ثرابيس متواجد نوعا ما بس مش كتير، السبيتش ثرابيس في نقص في هذه التخصصات بشكل كبير. المشكلة في الموضوع انه خلينا نحكيها على بلاطة، السياسات في الوطن العربي التعليمية التدريسية للموافقة على التخصصات ما بتوافق على هيك تخصصات، ما بتوافق. انا بحكي لكم من خبرة من في التعامل مع الوزارات المختلفة، وزارات الصحة والتعليم العالي لترخيص هذه التخصصات. قولوا لي اي جامعة في الوطن العربي بتعطي شهادة بالحجامة اللي هو يعتبر كتخصص من العلاجات المرموقة اللي لازم الشخص الحجام يبقى مؤهل ودارس تشريح ودارس بيولوجيا ودارس علم الأمراض ودارس كل هذه اللي بدرسها الطبيب، لأنه احنا بنتعامل كحجامة هي عمليات جراحية دقيقة. يعني اذا لازم يكون تدريسه وتعليمه تقريبا زي مشابه ل أقل ما فيها طبيب عام. المهم الحجامة محطوط عليها إشارة حمراء لأنه ما حدا يدرسها ولا حدا يسمح أنه تدرس في الجامعات الشرق الأوسط والجامعات العربية، وللأسف لأن السياسات التعليمية عندنا ما بتيجي من الوزارات نفسها، بتيجي من جهات خارجية لتوجيه كل النظام العلاجي هذا.